لو انت بتدوري على طريقة تطولي بيها شعرك بدون زيوت، بدون غسيل، بدون تكاليف، بدون وجع قلب، خليكي معايا للآخر. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا افرح حمدي، خبيره التجميل الطبيعي والعافيه، والنهارده انا هشارك معاكي بطريقه طبيعيه من غير زيوت، من غير غسيل، من غير تكاليف، من غير اي صعوبات، هتساعدك ان شاء الله ان انت تطولي شعرك باذن الله على الاقل 2.5 سنتي في الشهر. الدنيا حر قوي. بص يا ست، انا هخش معاكي في الموضوع على طول. ده كان طول شعري في اغسطس 2019. الصورة دي موجودة على حسابي انستجرام، هتروحي كده هتلاقي صورتي، كانت على البحر، شعري كان عندي كتفي. 20 اغسطس تقريبا. احنا النهاردة في اخر شهر 6، يعني 10 شهور تقريبا بالظبط، 10 شهور بالظبط. دي مسطرة طولها 15 سنتي، للأسف ملقتش مسطرة اطول شوية، فانا هقيس هنا من كتفي لحد اخر شعري، هنشوف يطلع قد ايه. يعني انا حاطه المسطره اهو بالظبط عند الحته بتاعت كتفي، وهقيس ادي 15 سنتي، وبعدين هوقف صباعي هنا اهو، وبعدين هحط المسطره تاني 30 سنتي من عند كتفي. طيب هو ايه المعدل الطبيعي بتاع نمو الشعر؟ النمو الطبيعي جدا، الناس اللي نمو الشعر بتاعها طبيعي يعني، بينمو 2 سنتي ونص في الشهر. طبعا ممكن يقل عن كده شويه يعني، وساعات بيزيد على حسب الجينات وعلى حسب الانسانه دي بتعمل ايه او الانسان ده بيعمل ايه. ف 2.5 في 10 25 سنتي تقريبا، 25 سنتي. انا شعري 30 من كتفي في 10 شهور، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا بقص شعري كل شهرين، بقص حوالي 3 سنتي، عشان بقص الاطراف، عشان ما يبقاش عندي اطراف متقصفه، وكمان يساعد الشعر ما يطول بشكل صحي. يعني ما يفيدش ان يبقى شعر طويل بس متقصف، لازم يبقى شعر صحي. فمعنى كده ان الحمد لله المعدل بتاع نمو شعري كويس. طيب انا بعمل ايه عشان يخلي الشعر ينمو بالطريقه دي؟ في حاجه انا بعملها من وانا صغير، الحاجه دي محدش علمهاني، هي جت معايا بالصدفه عملتها، ولما عملتها لاحظت ان انا شعري بيطول جدا، وهوريكم ازاي انا بعمل الموضوع ده. الحاجه الثانيه هي ان انا بعمل حاجه اسمها انفرجن، يعني بنزل شعري على قدام وببتدي ان انا اعمل مساج في كل شعري، وهوريكم برده ازاي، وبعد كده بلم شعري وبنام. الموضوع بمنتهى البساطه، انا هفترض دلوقتي ان انا داخله انام، اول حاجه لازم تعمليها وانصحك بيها ايا كان طول شعرك، لازم دايما تسرحي شعرك بشكل يومي على الاقل مره الصبح ومره بالليل. ده هيفيدك في حاجات كتيره جدا. اولا الطبيعي ان انت بتخسري حوالي 100 شعره في اليوم، الشعر ده بيقع وبيبقى موجود متعلق جوه شعرك، لو سبتيه تراكم وتيجي تسرحي شعرك بعد فتره هيبقى فيه زي كلاكيع او زي فيه زي حاجات تشابكات يعني، وهتبتدي بقى تضطري بقى تسرحي جامد وكده، فتوقعي شعرك وتبوظي شعرك وتقطعي شعرك. انا قبل ما انام بعمل ايه بقى؟ بسرح شعري، بمسكه كده وبروح مسرحاه، فده انا شعري اتسلك. اوكي، فازاي بقى انا بعمل المساج لشعري؟ هحاول اوريكي على قد ما اقدر. يعني شعري بيكون كده على قدام، وده بيساعد طبعا انه الدم يجري وينزل في فروه الراس، لانه الجاذبيه الارضيه بتشد الدم ده لتحت. يعني تخيلي نفسك ان انت بتروحي زي ما تكون بتقلبي كده او بتصبي دم في بصيلات الشعر، فبيساعد انه الحيويه والتغذيه تدب في شعرك. فانت بقى ما عليكي غير ان انت تركزي وتعملي مساج، مش اللي هو نظام تعملي كده، لا، اهم حاجه ان انت بصباعك بتحركي، شايفه فروه شعرك بتتحرك ازاي، باطراف صوابعك على فروة الراس بتعملي كده. احلى حاجة لما تشوفي اصلا فروة شعرك بتتحرك قدامك، انت هتحسي اصلا. تعملي بقى كده في كل نقطة في فروة راسك، هياخد منك حوالي 3-5 دقايق. فايدة اضافية بقى للمساج اللي انت هتعمليه ده لشعرك او لفروة راسك قبل النوم، انك انت هتحسي باسترخاء وهدوء اعصاب، هيطلع منك الاسترس والتنشن اللي انت حاسه بيه طول اليوم، وهتنامي نوم عميق وجميل جدا. ناخد الاستك الجميل، بعد ما بعمل البن دي او الكحكه بروح عامله كده اهو، ده بقى اللوك اللي انا بنام بيه. ممكن مره كده، ممكن مره كده، ممكن مره كده. لو انت مثلا مش عايزه تنامي كده، ممكن تخليه كده مده ساعه ساعتين ثلاثه قبل ما تنامي، وانت خليه بالستايل اللي انت عاوزاه. طبعا عشان تشوفي النتائج بجد لازم تبقي عندك موضوع المواظبه، يعني الموضوع مش صعب خالص. موضوع الانفرجن او ان انت تستخدمي الجاذبيه الارضيه في ان انت تحفزي نمو الشعر، هو موضوع بيستخدم من الاف السنين في بلاد كتيره جدا، وعلى قمتها طبعا الهند. وطبعا لو انت عايزه تشوفي كل الفيديوهات التجميليه اللي انا شاركت بيها قبل كده، هيظهر هنا لينك، دوسي عليه هتشوفي فيديوهات حلوه جدا كلها وصفات منزليه سهله جدا، وان شاء الله نتائجها مضمونه. لو انت عندك اي سؤال يا ريت تكتبيه في التعليقات، وطبعا تقدري تعملي الفولو على السوشيال ميديا، ولو عايزه تشوفي فيديوهاتي في المستقبل اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما انزل اي فيديو، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.